يعني زي ما احنا متعودين بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. ويمكن من أهم هذه الأخبار إن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع، الاجتماع ده تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وكمان وجه سيادته بمواصلة التعاون والتنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية وده لتنفيذ مختلف المشروعات القومية الخاصة بالمبادرة والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، بالإضافة للالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. كمان امبارح سيادة الرئيس التقى الفريق أول لمايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأكد سيادته أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، واللي بتمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته، مستعرضاً سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها. من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، ومشدداً على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره. كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم، وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخراً في سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود. كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصة أمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ،
أخذا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة. وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم. كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر، والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. امبارح كمان أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وده للاطمئنان على صحته متمنيا له دوام الصحة والعافية. وخلال الاتصال أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة وما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وطبعا بنتمنى له يعني دوام الصحة. كمان امبارح التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجالات العسكرية. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. لسه مستمرين في عرض أخبار القوات المسلحة، لأن امبارح قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط عملية تهريب لشحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحد سيوة، وده بيجي استمرارا للجهود اللي بتقوم بيها قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين، بالإضافة لإجهاض المخططات والمحاولات اللي بتستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة،
تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة FN وعدد 2 رشاش كلاشينكوف و13 بندقية آلية و5 بنادق بريتا و RPG ورشاش عيار 12.7 و2 رشاش عيار 14.5 و8 خزن آلية و7 خزن قناصة FN و2 دانة RPG، فضلاً عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط 1,000,000 قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. ايضا امبارح كان في مجموعه هامه من الاخبار والموضوعات، اللي منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاصدار الجديد من دوريه افاق استراتيجيه، وايضا نفي الحكومه للشائعات اللي ترددت حول اسناد اداره مسجد سيدنا الحسين لجهه خاصه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإصدار الجديد من دورية آفاق استراتيجية اللي بتصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللي بتتناول العديد من القضايا الإقليمية اللي بتهم الشأن المصري. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، وقال المركز إن الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرار صدر بهذا الشأن، وإدارة جميع الشؤون الدعوية والتنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد هي من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل. امبارح استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، وقالت إن خطة السنة الجديدة بتستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. ومن أخبار مجلس الوزراء نروح لجولة المحافظات اللي معنا فيها في الحقيقة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ومنها فحص 78,000 مواطن، وده ضمن المبادرات الرئاسية الصحية في سوهاج، بالإضافة لغلق طريق البراجيل، وده لتنفيذ محور 26 يوليو الجديد في الجيزة. ومعنا أخبار تانية كتير من الغربية والمنوفية كمان والإسكندرية هنتابعها في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من سوهاج، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة أعلنت أنه تم فحص أكثر من 78,000 مواطن ضمن المبادرات الصحية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بتسهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في الغربية تم بدء أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، بداية من مدخل مدينة المحلة بسكة طنطا مروراً بمنطقة الشوان وحتى نهايته عند شركة الزيوت والصابون بطول 12 كيلومتر، وتكلفة الأعمال هتزيد عن 58 مليون جنيه. امبارح قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم خلال شهر إبريل اللي فات في تنفيذ 41 مشروع لشباب المحافظة، وده كان بتمويل أكتر من 9 مليون جنيه ووفر 67 فرصة عمل.
في محافظة الجيزة تم غلق طريق البراجيل في الاتجاه اللي جاي من أسفل الطريق الدائري في اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي، وده في إطار الأعمال الإنشائية لكوبري البراجيل ضمن مشروع محور 26 يوليو الجديد. النهاردة مكتبة الإسكندرية هتنظم احتفالية بمناسبة مرور 52 سنة على ذكرى العملية الثالثة لهجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات.